السرقة أنواع وأنواع، فيها ديال السر وفيها من تحت الدف وفيها السرقة المعيقة. كيقولوا الجائزة للسراق الكبير والسجن اللي كيسرق الخبز، لكن كاين اللي باغي يسرق ليك حتى الأنفاس ديالك. وأخطر أنواع السرقة وأقبحها شي واحد اللي كيسرق ليك لقمة العيش ديالك والحلم ديالك. الكاتب والاقتصادي المغربي محمد الشيقر خرج رواية جديدة بعنوان يوم ينتفض عصفور، كيعاود فيها على المناجم بالمنطقة الشرقية خلال المرحلة الممتدة من 1953 إلى 1965. كتجي هذه الرواية بعد روايات سابقة لمحمد الشيقر من الدجال سنة 1988، والرجل الذي لا ظل له 1991، والرافد سنة 2002. صاحب الرواية هو دكتور في الاقتصاد وعنده بزاف ديال الكتوبة في هذا المجال، ومفكر وخرج جملة من الكتوبة في مجالات اجتماعية، وتقلد عدة مناصب بإحدى المؤسسات المالية المغربية الكبرى، ويعمل حاليا أستاذا زائرا للاقتصاد بجامعة محمد الخامس. الرواية قصة ساخرة لواقع في شكل معقد ما يمكنش تشده بحال العافية والجمر. كيحكي فيها على التطورات اللي عرفتها مناجم الذهب والفضة والنحاس والفحم الحجري، وزيد 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 بالجهة الشرقية ما بين 1953 و 1965، وتعد مرحلة مفصلية وكبيرة في تاريخ المغرب بصفة عامة وتاريخ المغرب الشرقي بصفة خاصة، وخصوصا المنطقة الحدودية المعروفة بجوج بغال. وكيطرح السؤال الكبير، شكون اللي سرق المناجم وخرب المنطقة؟ ولا الفقر والتشرد والزلط هو العنوان الكبير ديالها؟ هذه الرواية كتعود على الحياة المنجمية والناس اللي خدامين في المناجم بجميع التناقضات اللي فيها في منطقة تويست وزوليخة وسيدي بوبكر وجرادة، وتلقي الضوء على واقع المجتمع الحدودي عامة وواقع المنجميين خاصة في فترة اعتقد فيها الجميع أن جوج بغال غادي تحول إلى جوج فاقوق. كيعتقدوا أصحاب المنطقة جوج بغال أن المنطقة غادي تحول إلى جوج فاقوق، وغادي ترفع عليهم المعاناة عن المعذبين في الأرض، وغادي يبدا الشروع في بناء الصرح المغاربي الكبير على اساس من التلاحم واللحمه اللي كيبان في ابهى صوره بين الشعبين المغربي والجزائري خلال حرب التحرير الجزائريه. ولكن الروايه كتعاود على تبخر هذه الاحلام الزربه وتحول المنطقه الى جحيم لا يطاق، العسة وتقردانيه وحضينين حضيك والفقر والهجره والتهريب وكثره البؤساء. طريقة باش مكتوبة كتعطي للقارئ إيحاء بأنها عمل متكامل، الركيزة ديالته هو التعويض والحكي الواعر والاستحواذ على العقل والأحاسيس بالارتكاز على رواية يوم ينتفض عصفور. زعما هذاك المواطن راه داير بحال العصفور. كنلقاو أن العمل يضمن للقارئ هذا الشغف في مواصلة القراءة إلى آخر كلمة في الرواية بنفس واحد. نجاح الكاتب محمد الشيقر كيبان في قدرته على انه كيحمل معاه القارئ في هذه الرحله الى بلايص كيشدها بلا ما كيشوفها، وكيدوب في الشخصيات ديالها، وكيحمل همها في العيش وفي الحلم، وكيكتشف الدهاليز والطبقات السريه ديالها. بغى يقول لنا الكاتب يعني بنوع من البساطه ان اللصوص الواعرين كسرقوا الملايين وهما ناس كبار وعن سبق اصرار، وان المال السايب في هذه المناجم كتصنع اللصوص والأثرياء، وأن ريحة السرقة ديالهم كتبان من اللي كيبان المسروق، ومع بداية الصراع والمقاتلة ديالهم في التأكيد على شكون اللي سرق المناجم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.